إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. ومعلوم أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما فأتونا بسلطان مبين. فردوا على قضية البشرية هذه بأن نحن بشر لا ننكر هذا، ولكن بشر آتانا الله الوحي. لم يردوا على قولهم تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، لا تستحق الرد، لأن ماذا يعبد آباؤكم إلا الباطل؟ آباؤكم عبدوا الأصنام والأحجار، عبدوا ما لا يضر ولا ينفع ولا يملك نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن ردوا على قولهم ائتونا بسلطان مبين، قالوا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. نحن لا نستطيع أن نأتي بمعجزة، لا نستطيع أن نحيي الموتى، لا نستطيع أن نبرئ الأكمه والأبرص إلا بإذن الله. سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، الله تعالى يقول وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، بإذن الله. المسيح لا يملك شيئا، كل هذا بإذن الله عز وجل. فقل ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمام هذا التحدي وأمام هذا التكذيب ليس هناك إلا ركن ركين وحصن حصين يلوذ به صاحب الدعوة في مواجهة هذه التحديات. هذا الركن الركين هو الاعتصام بالله عز وجل، أن يتوكل الإنسان على الله، أن يجعل الله له وكيلا في أموره كلها، أمام المواجهات، أمام الجبروت من المكذبين من الفراعنة والنمارذة والقوارين والهوامين وأصحاب القوة وأصحاب السلطة. ليس للإنسان ملجأ إلا الله عز وجل، يتوكل عليه. وهكذا قال المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كما جاء في القرآن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا قال الرسل جميعا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ما عذرنا في ألا نتوكل على الله؟ ما الذي يمنعنا أن نتوكل على الله؟ ما لنا ألا نتوكل على الله وهو الذي هدانا سبلنا وأنار لنا الطريق؟ كل الأنبياء توكلوا على الله. سيدنا نوح قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. سيدنا هود حينما قالوا له إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يظهر إن بعض آلهتنا مسك بسوء فأصبت بهوس أو خلل وأصبحت تدعو إلى نبذ الأصنام وإلى هذه الأسناء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا أنتم وأصنامكم وآلهتكم ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكذا رأينا الأنبياء
جميعا. سيدنا إبراهيم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سيدنا شعيب يقول: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سيدنا موسى يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهكذا رأينا سيدنا موسى حينما أتبعه فرعون بجنوده، وقد وجد البحر أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، وقال له أصحابه: إنا لمدركون، أدركنا فرعون وجيشه، إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. البحر من أمامه والعدو من خلفه، يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. وقد هداه ربه: أوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. هكذا محمد عليه الصلاة والسلام في الغار، وقد وصل قومه بالبحث عنه إلى الغار الذي يقيم فيه هو وصاحبه، وقال من قال منهم محمد، يعني إما هبط إلى الأرض من هم هنا، وإما صعد إلى السماء من هنا، ما لم يغادر هذا المكان. وقال أبو بكر، وقد أخذه الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، إن معي ربي سيهدين. قالها موسى. إن الله معنا قالها محمد. الأنبياء كلهم يصدرون من مشكات واحدة، ولذلك كلهم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هدى كل منا سبيله وطريقه، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله هداهم الطريق المستقيم ويسر لهم أمورهم. سيدنا موسى حينما قال له ربه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تيسير الأمر، وقد هدانا سبلنا، ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. دائما الصبر والتوكل، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين وسيد المتوكلين. القرآن أمره بالصبر في 17 آية: اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر صبرا جميلا، ولربك فاصبر، فاصبر إن وعد الله حق، إلى آخر الآيات. وأمره بالتوكل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أمر بالصبر والتوكل، ولذلك الأنبياء أعلنوا توكلهم على الله وأعلنوا الصبر على الأذى. ما دام أقوامهم قد وقفوا منهم هذا الموقف، معناهم أنهم صمموا على إيذائهم، فلابد أن يصمموا على الصبر، أن يواجهوا الإيذاء بالصبر. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه سنة الله في أصحاب الدعوات جميعا، لابد أن يصيبهم الأذى وينالهم العذاب وتنزل بساحتهم المحن من كل جانب، ولابد لهم أن يصبروا. ليس هناك إلا الصبر.
ولذلك قال الأنبياء ولنصبرن على ما آذيتمونا. اللام للقسم والنون للتوكيد، لنصبرن كما قال القرآن لتبلون. لام يعني لا بد من البلاء، قسم وتوكيد. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال كل ده بالقهر، لأنه لا بد من بلاء ولا بد من صبر. فإذا كان البلاء واقعا لا محالة فلا بد أن نواجهه بصبر مؤكد. وهكذا صبر الأنبياء جميعا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولذلك كان الأنبياء جميعا من أهل الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأمثل الناس وأفضل الناس هم أنبياء الله ورسله، ولذلك كانوا أكثر الناس تعرضا للبلاء. وعلى قدر منزلتهم عند الله ابتلوا. نشوف كيف ابتلي إبراهيم عليه السلام، ابتلي بالنار، وضع في النار ليحرق، وابتلي بذبح ولده، وابتلي بالهجرة من وطنه. وانظر كيف وجدنا يوسف عليه السلام يبتلى من محنة إلى محنة، ويخرج من محنة ليدخل في محنة، محنة إخوته ومحنة امرأة العزيز ومحنة السجن، كل هذا محن بعد محن. وجدنا موسى عليه السلام يبتلى بالمحنة من أول ولادته، من أول ما يولد أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. شوف ما يقول الوحي، يقول له لأمه لما تخاف عليه ارميه في البحر، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فهكذا الأنبياء لم يولدوا وفي فم أحدهم ملعقة من ذهب، كما الأنبياء كلهم ابتلوا وأوذوا، وحينما واجهوا أقوامهم نالهم من الأذى الشيء الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام أذاه بعض الناس بكلمات شديدة، فقال رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لأن قوم موسى كانوا أجلافا أصحابه، يعني أوذي منهم أكثر مما أوذي من غريم، حتى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هؤلاء الناس أصحابي لا أملكهم، لا أملك إلا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، لهم أصحابه. يعني انظر إلى أي إذاء أكثر من هذا. كل الأنبياء أوذوا، ولكن الأنبياء جميعا صبروا وصابروا ورابطوا حتى نصرهم الله على أعدائهم. كل الأنبياء نصروا حتى لو لم تنجح دعوتهم وتنتشر في الناس انتشارا كبيرا، كان أهم شيء أن الله أهلك أعداءهم ونصرهم ونصر المؤمنين معهم. هكذا سنة الله عز وجل، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يفقهنا في كتابه، وأن يجعلنا من أهله أهل القرآن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.